ده الطموح. يعني ده الطموح. طب لو الجهاز الفني ما ادالكش اللي يلعب على الدرون هيتغلب. الطموح ده يا كابتن لازم يبقى مدروس. أيوة. كجهاز كمجلس اداره وكجهاز فني وكلاعبين وكتشكيله. فرقه زي دي يا ماهر بالامكانيات دي والفلوس دي. طب استاذنكم معايا مداخله من الاستاذ مهاب الطويل عضو مجلس اداره نادي النجوم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ مهاب. اهلا يا كابتن، اهلا بحضرتك واهلا بضيوف الكرام. طبعا معايا كابتن عادل الطعيمه، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، برحبوا بيك. انا عارف انت زعلان طبعا. طبعا زعلان طبعا. اكيد اكيد زعلان، خصوصا كمان بعد النتائج الجميله جدا ان انتوا قدمتوها في الاسابيع السابقه. والله زعلان بصراحه، واحنا كاداره زعلانين، لان اولا اهميه الماتش النهارده بالنسبه لنا ان احنا نلعب مع نادي طبعا نادي محترم جدا زي نادي دجله. عارفين طبعا احنا بأهدافنا السنه دي كاول سنه في الدوري الممتاز ان احنا نقدم مستوى كويس ونظهر مستوى كويس، غير ان احنا طبعا نبقى موجودين في السنه الجايه كمان يعني. اكيد طبعا اكيد طبعا. تفتكر الهزيمه كانت ايه سببها يا استاذ مهاب؟ اعتقد يعني مش عايز اتكلم على الفنيات طبعا ولا اي حاجه، لان دي احنا حاجات ممكن نراجعها مع الجهاز الفني. اكيد اكيد. هو النادي، لكن اقدر اقول لك ان اللعيبه النهارده بصراحه من معظمها ما كانش في حد في يومه، مش فاكر حتى لعيب واحد كان في يومه. بس بصفه عامه لا، احنا مش مبسوطين خالص، كلنا طالعين متضايقين، واعتقد اسوء من مباراه لينا السنه دي. اكيد، بس انا عايز افكرك بحاجه، وانتوا طبعا النادي طالع ما شاء الله يعني زي بدايات امبي كده وبتروجيت، فشكلكم واعد جدا، فخليك دايما تلتمس العذر ان انت عملت ماتشات كبيره جدا، انت كسبت الزمالك، اتعادلت مع الاسماعيلي، وكانت ماتشات قويه جدا، سموحه، يعني الجيش، فرق عندها يعني خبرات طويله جدا في الدوري الممتاز، فاعتقد ان ممكن يكون وصل اللعيبه احساس ان احنا خلاص وقفنا على رجلينا قوي، لكن طبعا الجهاز الفني عامل مباريات حلوه جدا. اتفضل. المشكله ان انت لما توصل لمرحله ان انت عامل ماتشات كبيره مع فرق كبيره جدا، واثبت ان انت تقدر تجيب تسجل وتروح وتعمل اداء يعني محترم على الانديه دي، وفي ماتش الاسماعيلي نكون خسرين نرجع في ماتش ونكسب، ماتش المصري خسرين 4-0 نرجع 4-3، وكان في ممكن ان احنا نرجع نكسب ماتش ونكسب نادي كبير زي الزمالك، اعتقد ده كله ادى اللعيبه ثقه ان هم يقدروا يلعبوا، واحنا لينا كنادي حتى يبقى عندنا طموح شويه احسن من طبعا بدايه السنه. بس في نفس الوقت لما تلاقي بعد كده ان في يعني سنه تخاذل او اللعيبه مش مديه 100% زي ما بيكابدوا في الماتشات دي، يبقى كل واحد لازم اعتقد الناس تتحاسب ونشوف ايه الغلطات اللي احنا عملناها عشان نقدر نمشي. لكن طبعا الخساره ورده، احنا بنلاعب فرق محترمه وبتلاعب فرق في الدوري الممتاز، ودي اول سنه لينا ومش نهايه الدنيا خالص، عندنا ماتش مهم. بالظبط بالظبط. واعتقد الماتش ده هيبقى مهم جدا بالنسبه لنا برضه، واخدين ماتش بماتش ومفيش مشكله يعني، ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن، لكن طبعا هنراجع كل الغلطات وهنشوف ايه الحاجه اللي نقدر نقف عندها ونحسنها عشان ان شاء الله نقدر نركز في الماتش. انا كنت عايز اقول لك كده، بس انت رديت عليا من قبل ما اسالك، مش عايزك تزعل، مش عايز كمان اللعيبه كمان يعني يزعلوا قوي، لان في لسه كتير جدا، ولسه يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم عاملين ماتشات حلوه قوي كمان، اقنعتوا الناس باداء النجوم، فعادي يعني هزيمه وارده جدا. انت بتلاعب فرقه كمان بتتشبث في اي نقطه، يعني انت بتلاعب فرقه كمان اصعب من الاهلي والزمالك، خلي بالك. بودريس دي كان صعوبه الماتش يعني، صعوبه الماتش بالنسبه لنا ان احنا بلعب نادي وادي دجله، اعتقد كان سايق الحظ في الماتشات اللي فاتت، فهو كان بالنسبه لهم ماتش مهم جدا، وعذر ان هم الثلاث نقط طبعا بنهنيهم عليهم. لكن اعتقد ان احنا الفتره الجايه لازم ناخد الماتش زي ما قلت، والماتش الجاي برده مع حفله حظ الحدود، فرقه برده اعتقد يعني تعتبر في نفس عندها نفس الظروف شويه اللي بتمر بيها كانت وادي دجله، فهيبقى الماتش بالنسبه لنا وبالنسبه لهم مهم جدا. اكيد يعني معناه ان صلاح مش هيبقى موجود معانا لانه هو طبعا موجود المباراه الجايه ومصاب، فان شاء الله هنبقى يعني هنحضر الماتش كويس ومع كابتن علاء، وان شاء الله يبقى النتيجه احسن. استاذ مهاب يعني هكلمك بصراحه شويه، انت لما شفت مستوى المستقبل في المباريات الاولى في الدوري الممتاز قلت يا ريتني كنت جبت، انا اسف النجوم، قلت يا ريتني كنت دعمت بصفقات اقوى من كده؟ خالص بالعكس، انا من اول يوم واحنا كنادي من اول يوم ما كانش عندنا خالص عندنا، بص احنا طبعا يعني انا مش هكدب عليك، احنا في ممكن يبقى فينا دعمات شهر واحد، لان احنا في كذا مكان ممكن ندعم فيهم بالذات لعيبه الخبرات، لان احنا بنتكلم في تقريبا 18 لعيب 26 لعيبه كلها اقل من 23 24 سنه بالظبط، فاحنا هيبقى فيها لعيب الخبرات طبعا، بس عايز اقول لك ان كل اللعيبه اللي جت من بره لعيبه كبار، وبصراحه تأهلونا جدا وخلوا الفريق شكل منهم طبعا صلاح اكيد الله،
واحمد سعد وخالد عبد الرازق واللعيبه كلها اللي جت من بره وشويده لعيبه تقلت الفرقه. لكن انا شايف احنا لحد ماتش مش هتكلم عن ماتش النهارده، لحد الماتش اللي فات اعتقد ادائنا يعني بنسبه كبيره 11 12 13 لعيب اللي بيلعبوا شكلهم كويس، فما عندناش اي ندم على اي تدعيمات او حاجه، بالعكس. واحنا كنادي اكون صريح جدا معاك برضو، ما عندناش الرفاهيه او الامكانيات زي تمام فوجئ من بره، فانا اعتمادي على الناشئين. انا دي فلسفتنا ومش هتتغير، واعتقد استاذ محمد طارق اتكلم اكتر مره ان احنا كنادي ما هنبقى طول عمرنا اعتمادنا على الناشئين. احنا 7 من 11 لعيب النهارده بيلعبوا الماتشات اللي فاتت من ولاد النادي، 18 زي ما قلت من 25 من ولاد النادي، وده هيفضل الشكل بتاعنا ومش هيتغير مهما كان. احنا بنعزز بادي الحدود عشان بس النادي ده جميل يا زمابو. خلي بالك في لعيبه كتير جدا بيتمنوا يلعبوا للدوري الممتاز، بس عايزين حد بس ايه يعني يشيل من عليهم التراب. لكن مش لازم اجيب لعيبه، انا معاك جدا، مش لازم اجيب لعيبه، مش لازم اروح للسوق اللي بقى يعني ملايين كتير جدا وملايين ما بتدلش على الحقيقه بصراحه. لكن سؤالي اللي جاي لحضرتك، ساعات كده انا كمسؤول، وانا بكلم حضرتك طبعا كمسؤول، لما بلاقي الدنيا ماشيه انا ببقى في دماغي ان انا بدور على مدير فني، بلاقي الدنيا ماشيه فبقول ايه ادي الفرصه كمان للمدرب اللي شغال ما طالما ماشي. هل الفكره مستمره ولا لسه في اطار ان انت بتدور على مدير فني لنجوم النجوم؟ اتفضل. هقول لك بصراحه، احنا يعني الموضوع مش بيتقاس بماتش ولا بنتيجه. تمام، حلو قوي. حصل كده كتير قبل كده ان احنا خسرنا ماتشات وكنا ورا الجهاز الفني بتاعنا، وانا لحد دلوقتي بقول لك احنا ورا كابتن عباد. لا يعني واحنا عندنا ماتش يوم الاحد الجاي مركزين فيه، وده اللي اقدر اقول لك دلوقتي في الوقت الحالي. تمام. الو؟ ايوه بس معلش الصوت قطع، انا مش سامع كويس. سامعني كده؟ ايوه سامعك. تمام، اتفضل. يعني بقول لك احنا ورا كابتن علاء بندعمه ان شاء الله المباراه الجايه، ومفيش حاجه اتغيرت يعني. احنا تمام، احنا ان شاء الله واقفين ورا الفرقه، وزي ما بقول لك مش نتيجه هي اللي هتحدد يعني قرارات الفرقه. بتمنى لك التوفيق يا زمهاب، وان شاء الله اللي جاي احسن بكتير. شكلكم حلو قوي في الدوري، مش معنى ان انا خسرت ماتش واللعيبه كانت بره الفورمه خالص، يعني دي نهايه الدنيا. ان شاء الله تقدموا ماتشات زي ما انتم معودينا. شكرا جدا استاذ مهاب الطويله، عضو مجلس اداره النادي. استاذنك بس الاستراتيجيه، الكلام اختلف. الاستراتيجيه من بدايه الموسم استاذ محمد طويله طلع